الجو صابح الشتي واليوم السبت، الأرض فيها زقاط. بابا الجو كيقول لنا نهاية العطلة وإلى اللقاء. ما شاء الله، واحد الجو غزال، مبرد، الشتيوة، ريحة التراب، واحد الجو غزال. البنات صباح الخير عليكم، السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، نتوما معز عليكم وحبابكم ان شاء الله. توحشتكم. شكون اللي صبات عندهم الشتا؟ شكون اللي طاحت عندهم الشعير شويه؟ شكون اللي بزاف؟ شكون اللي ما طاحتش كاع في خطره؟ الحمد لله، واخا كاين شي مناطق اللي طاحت عندهم الشتا كثيره، وكانوا الفيضانات وكانوا الوديان عمرو، ولكن راها نعمه من عند الله، الحمد لله والشكر لله. نتمنى غير الناس ما تتوقعش شي اضرار بشريه وصافي. اما الشتا راه معاها غير الخير، نتمنى سيدي ربي يرحمنا هذا العام ويجي الخير، تجي الشتا على قد نفع ويعمروا السدود وما يبقاش الجفاف في المغرب ان شاء الله يا ربي هذا العام. متفائلين، انا شخصيا متفائل انه هذا العام غادي يكون زوين، حيت كيقول لك العام اللي كيجيو فيه حنا تنقولوا الكرطه، يعني ملي تيحمل الواد في الصيف تيقول لك راه العام غادي يكون زوين. نتمنوا ان شاء الله سيدي ربي يرحمنا ويعطينا الشتا على قد نفع ان شاء الله، ويعمروا السدود وما يبقاش هاد الجفاف اللي كيخلع صراحه. ايوا سيدي ربي يسقي العباد ديالو والبهيمه ديالو ان شاء الله يا ربي. المهم كي دايرين نتوما؟ طمنوني على احوالكم، توحشتكم. شحال هذا ما درت معكم فيديو، ما كنتش في داري، راكم عارفين انا ملي ما كنكونش في داري ما تنصور ما والو، يعني احتراما لعائلتي صافي، يعني انا اللي دايره اليوتيوب صافي. جيت هاد الايام صراحه حتى ثلاث الفايت عاد باش جيت. يلاه يلاه دعاو تاني الاستعدادات ونشوفوا الدار. جيت لقيت الدار بطبيعه الحال مقربلة، حنا مازالين ضاربين مع الدار، نشوفوا الوليدات شنو خصهم، مابقى والو للدخول المدرسي. يا ربي تفرح كل واحد بوليداتو ان شاء الله، ويكون عام موفق ان شاء الله للجميع. يا ربي يوفق جميع الوليدات ان شاء الله ويجيبوا نتائج زوينه، حيت ما بقاتش عارف النجاح. دابا النقط ولات كتلعب دور كبير. ان شاء الله الناس اللي عندهم الوليدات غادي يطلعوا للثانوي، فيحاولوا ما امكن انكم تخدموا مع وليداتكم مزيان، حيت ما بقاش غير خاصك تنجح، خاصك تجيب نقطه مزيانه باش انك دير شي مدرسه اللي انت باغي. مهم هادشي عند تجربه، حاولوا ما امكن. الدراري اللي طالعين للثانوي ابتداء من سانكياماني والدراري ديال الجهوي، حاولوا انهم يخدموا مزيان ويجيبوا نقط عاليه، خصوصا في المواد، المواد الاساسيه. كل واحد وشنو داير البرونش اللي داير، فخدموا معاهم ان شاء الله، ديروا معاهم جهدكم والمراقبه من طبيعه الحال. وداك التليفون ما كيلاش غير ضياع الوقت، الوقت كدوز التليفون راه تيبقى هو هو، وداكشي اللي في التليفون تيبقى هو هو، ما تيتبدلش، راه ما غاديش يفوت. وهاد النصيحه راه لا لينا ولا ليهم، يعني حاولوا تخدموا مع وليداتكم، شدوا معاهم الخاطر، باش ان شاء الله ملي يوصلوا للبكالوريا يجيبوا نقطه مزيانه وما يحصلوش من ما بعد البكالوريا، لان الطامه الكبرى هي ما بعد البكالوريا. المدارس راهم كيكونوا مطلعين السوي كما تنقولوا حنايا، ف يقدر ولدك يكون باغي واحد الدومين كيحلم به، ويلقى راسو انه مربوط بنقطه خاصو يجيبها. المهم هذا بين قوسين كنصيحه للامهات لوليداتهم. يعني هاد العام ان شاء الله عندهم السنكيام ولا عندهم السيزيام، يلا غيبداو يعني قبل ما يوصلوا للبكالوريا، وحتى الدراري اللي عندهم البكالوريا فيحاولوا يخدموا، ولا ما جابوش مزيان في الجهوي يحاولوا يعوضوا. الجهوي واخا كيلعب دور كبير، لكن تقدر تعتق. المهم يعني راني كنشارك معكم نهاري، طيبت الفطور، فطرت، الوليدات كانوا باقيين ناعسين، فطرت، خليت لهم الطبيله هكاك غطيتها اللي فاق راه كيفطر.
شنو عجينة الخبيز بقى ما جمعتش الدار البنات، كنطيب الغدا قبل ما نجمع الدار حيت الوليدات مازال ناعسين ومازال غيفيقوا، تيفيقوا ان شاء الله هذا باش نجمع الدار، ما تقرقب عليهم خليهم ناعسين. هنايا صافي غادي ندير لهم عين مريقه بالدجاج والفريت صافي. والبنات النصيحه اللي نعطيكم، حاولوا تمشيو غير بالمهل في شقه الدار، ما تحاولوا ما تكلفوش على راسكم، حاولوا تحافظوا على صحتكم اكثر شيء، يعني من انا كنصحكم من خلال التجربه ديالي. صل البنات يلا 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 تزوجوا، باقي وليداتهم صغار، حاولوا تشقاو بالعقل. يعني الغلط اللي كنت كندير انا شخصيا هي انني نهار شقا كنوض تنجمع كل شيء، خصني ما تبقاش لي شي كنت مرون. نهار انا غادي نخمل كنت كنوض كندير داك الشقه ديال الهبال، لا الزاج خصو يتمسح في نص النهار، لا خصني نجمع البيوت، نخرج السليقه من هذا البيت صافي نشفتو خصني ندوز للبيت الاخر، ما كانش عندي داك التفكير ديال ان كل نهار ندير حاجه. والحمد لله يعني واخا كيقول لك فقنا معطلين، لكن كيقول لك انت تستيقظ خير من ان لا تستيقظ. المهم كتعتقي شويه، كتعتقي عظيماتك وكتعتقي عمودك الفقري بعدا قبل فوات الاوان، لان البنات راه وليداتنا كنولدوهم ايه ولكن راهم محتاجيننا، ملي كبروا يحتاجوك تمشي معاهم، يحتاجوك مازال ان شاء الله غادي يكبروا يلقاوك واقفه، يعني ماشي يبداو هما يفكروا في حياتهم ويلقاوك انتي طحتي الارض وبداو يفكروا فيك، خصهم يراعيوك خصهم. فهمتوني البنات؟ نتمنى ان شاء الله تفهموني، يعني خاصكم تحافظوا على صحتكم اكثر وتفكروا فيها اكثر. هنايا كنوريكم غير واحد الفكره كنديرها هنايا بالنسبه للقزبر والمعدنوس، هنايا غسلته وخليته يتقطر باش نقطعوه في الهشوار باش من طبيعه الحال يتقطع ليا، حيت الا كان فازك ما كيتقطعش. كناخذ ربيطات كنصوبهم، راكم عارفين بعض المرات كنبغيو نديرو كسكسو ولا نديرو شي حاجه اللي كنديرو فيها الربيع مقبط، القزبر والمعدنوس مقبطين، ما كنلقاوهاش. كسكسو بحال هكا شي طويجين ديال شي حاجه حلوه بحال هكا ما خاصش يكون فيها الربيع باين، ولا شي حاجه غنطيبوها ما خاصش يكون فيها الربيع باين. فانا كناخد شويه ديال الربيع تنصوبو هكاك ربيطات وتنحطو في البلاستيك اللي كيدخل الكونجيلاتور صافي، وكندخلو الكونجيلاتور كيبقى مزيان البنات. غير الطريقه كيفاش تحطوه حاولوا تستفوه، الطريقه نفعتني بزاف. حين دائما انا شنو كنت كندير، كنت كنجيب القزبر والمعدنوس كنغسلهم ونخليهم ينشفوا، غير كنشفو كنشد الهشوار وكنطحنهم كاملين، وكنولي عاوتاني خاصني نخرج نجيب ربيع اخر اللي خاصو يكون مقبوي صافي. كناخد منه ربيطات وكنخبيهم في الكونجيلاتور، كيبقاو ليا كينفعوني وراه ما كيخسرش. تقولوا لا هذوك داك القبيطات غادي تحلو ولا غادي يخسر، لا غادي تحاولي تسيسي معاها تبديها من البلاستيكة ولا تدي كونجلا ماشي مشكل، كتبقى مزيانه. المهم جربوها وردوا عليا في التعاليق. كما قلت لكم راه الصحه هي كل شيء، ولادك ما محتاجينكش معطوبه، محتاجينك صحيحه، توقفي معاهم وتفرحي معاهم، توقفي في حفلاتهم، توقفي في ان شاء الله ملي كبروا ويتزوجوا يلقاوك في جوف كتافهم، ان شاء الله يولدوا بدينا كنحلم ان شاء الله يولدوا، تفرحي معاهم، توقفي الا كانوا عندك البنيه توقفي معاها ان شاء الله، وتكوني عرفتي شكون اللي كيحضي البنت راه كتحضيها امها، خصوصا في فتره النفاس. فهادشي فاش وليت انا كنفكر مؤخرا، يعني وليت كنفكر صحتي ونجيب شويه عليا دقه دقه، وفهمت باش ان شاء الله يا ربي الله يطول عمرنا والله يصلح وليداتنا يلقاونا وليداتنا في كتافهم ان شاء الله. هنايا صافي الدجاج هو والبصيله تقلى، ودير عير شويه هنايا عير صافي. راهي درت فيه شي كاس تاع الماء وغادي نخليه يطيب على دست الخبيزات شويه عليا البنات دقه دقه، نقرص الخبز ونخليه عاود يخمر حيت خمرته المره الاولى، وغادي نقرصو ونخليه نخليه عاود ثاني يخمر باش نطيب. هذا مكان البنات، وهنا البنات خليت الوليدات كيفطروا في الكوزينه، جيت نجمع الدار. نبدا بالصالون هو الاول حيت ديجا البيت ديالي جمعتو، بيتهم راه ساهل يعني غادي نبقى ندير الغطاوات باش كانوا مغطين. هنايا بديت بالصالون
نحيد منه الحوايج حيت كي جبتي رميو البارح كنا دخلنا معطلين، جاو رميو حوايجهم في الصالون. صافي غادي نجمعو هنايا الكرتونه ديال الكتوبه، طرفتها من السجور باش نجمعو حتى هو. ايوا كيفين وصلتو مع الكتوبه؟ بديتو كتقداو. المهم جبنا كرتونه واحده ديال ولد واحد، باقي الشيء الاخر باقي وليد واحد، اما البنت الاخرى ان شاء الله تتشوفوا شنو واش عندها الكتوبه ما عندهاش الكتوبه شنو عندها. المهم هذا مكان. صافي هنايا جمعت الصالون، جمعت البيوت، صافي حيت الغوره، وهنايا لقيتهم في الدروس. صافي جيت غسلت الماعن باش غادي نرجع نضرب للدار واحد الصيغه باش ان شاء الله نتغداو ونخرج، نتغداو ونرتاحوا شويه ونخرج. صافي هنا شللت الماعن، غسلتهم شللتهم نحطهم تقدروا، كندير هذيك الطابيه حيت هي كيتسقطروا كنرجعهم لبلاصتهم. مثلا ما بغيتش ندير الشبكه حيت كنعكس، فاش كندير الشبكه كيبقاو فيها الماعن. اما ملي نديرها هكا غير طابيه ولا فوطه ولا شي حاجه، صافي خصني نحيدهم، خصني نمسحهم ونرجعهم لبلايصهم. صافي هنايا ضربت واحد السيقه للدار كما كتشوفوا، ما كاين ما حسن من السيقه. صافي سيقت البيوت، سيقت الكلوار، هنايا الصالون، السيجور باقي ما سيقتوش حيت خاصني مازال نفض الطلامط كانوا جالسين فيه الوليدات. كرتون رجعت هنا، هنايا الناس عطيوني فكره، هنايا كنصور لكم على حساب البلاكار ديال الصوت. كان عندي واحد كنت شريته من القريعه وتشتت، صافي حيدته، ودابا كنفكر شنو ناخذ. واش هادوك ديال ايكيا ديال البلاستيك البنات زوينين هما اللي باغا ناخذ، هادوك اللي كيكونوا في البيض ولا الكحل؟ الا عندكم عليهم فكره واش صحاحين زعما عليهم ولا شنو. المهم راني بقيت حاصله دابا في البلاكار ديال الصباط، ما عنديش راس صباط غير كنديباني. صافي هنا تغدينا، ارتاحينا شويه وخرجنا، نديهم ان شاء الله يتسراو شويه. شحال هادي ما ديتهم لا ما هبطتهم لكازا. صافي نهبطو نشدو الطريق نترك دارنا، وعاد باش نديهم يخرجوا يلعبوا شويه يتسراو. الساعه لقينا الدنيا عامره البنات، عامره 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 عامره، ما نقولش ما كاينش شي تبارك الطوموبيل. وبحال تقولي كازا كامله كانت خارجه داك النهار كتوادع مع العطله. اصلا اللي يزعم بنادم على الخروج هو الجو، ما كانت الشمس. احنا تقريبا خرجنا مع ديك ثلاثه هكاك، يعني ما كايناش مسكين كاينه الغيم، الناس كاملين عرفوا الجو كيفاش كان نهار السبت، فالناس زعموا على الخروج. صافي خرجنا شويه، هنا كنا غنمشيو للمركومول الساعه، صافي ولينا مشينا سارينا شويه، جيت البحر، جيت هذاك الطريق سيدي عبد الرحمن، ولكن راه باش تلقى فين تحط الطوموبيل تكركاريت. هنا جينا اول مره كنجي لهاد البلاصه، في اخباركم البنات كنت جيت ليها واحد الخطره شحال هذه فاش كانت بقي فيها هذوك الشاش والبرارك وداك الشيء، ولكن اول مره كنجي ليها فاش تصلحات باش حيدوا من هذاك الشيء. هنايا هاد العين لدرجه اني عمري ما شفت هاد العين ديال بهذه العين اللي كتبان لكم بحال الواد خارج من تم، اول مره كنشوفها. صراحه كان الجو زوين، واخا باقي الناس خاصهم الناس خاصها تنظم، دايرين المرافق الصحيه كامله، ولكن هذوك القواص تما كتبغي تدخلي باش دوزي راه المهم بلا ما نشرح لكم. المهم البنادم خاصو يتنظم حيت المرافق الصحيه موفرينها، كاين ديال الذكور وكاين ديال الاناث. المهم صافي ما كملناش، ما كملناش، كنا ناويين نجلسو هنا. صافي الوليدات طلعوا الفوق، صافي لعبوا الوليدات، صافي مشينا للمروكومول. ما صورتش لكم حيت فايت صورها لكم في مروكومول، سارينا فيه شويه لعبوا الدراري. ملي كنكون خارجه ما كنبغيش نصور بزاف، كنبغي نعطيهم وقت اكثر، كنبغيش نبقى غير هازه التليفون. صافي هنا الدراري في الالعاب، صافي شويه وصافي وغادي نرجعوا للدار. غير بقينا لديك نقول لكم العشرة الليل بحال ما هكاك، دخلنا المروكوم ونتحطنا في بقينا كنتسراو، كيعجبني نطلع لديك الجهه اللي فيها لي مارك، كنبقاو نتسراو تمايا. صافي راه المروكوم كيدي لك وقت كتخرجي، صافي كتلقاي داز شحال من ساعه وانتي تما، الدراري كيسقوا لك حدا داك الحوض ديال الاسماك. ايوا صافي دابا راه حنا راجعين للدار، نرجعوا لدارنا، شدينا الطريق عندو غنرجعو على الطريق الساحليه حيت هي اللي كتكون خاويه ومعها متسعه. صافي غنشدو هي ندخلو من الانفاق
باش ما يكونش زحام، حيت كاين زحام بزاف وحابسين الطريق من واحد الجهه، بقينا بقاو كيدورونا البوليس، كيدورونا من هنا لهنا، ما عرفتش شنو كان في الطريق. صافي ولينا شدينا الطريق الساحليه ووصلنا لدارنا، واي واحد وصل بالفيديو حتى لهنا كنقول له شكرا بزاف، الله يجازيك بالخير، وما تبخلوش علينا بواحد اللايكات وبتعاليقكم الزوينه المشجعه. واللي انضم للقناه كنقول ليه مرحبا والف مرحبا، كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وسمحوا لينا على الغياب. ان شاء الله نحاول نحط ثلاثه المرات، نحاول نحداك. المهم راكم عارفين القناه ملي كيبقى فيها الربح كيمشي لك داك الشغف، كيمشي لك داك، المهم كتحس بالاحباط، لكن ان شاء الله غنحاول نخدم. دابا جاي ان شاء الله الوليدات غيدخلوا للمدرسه، ما يبقاش داك الضجيج ديالهم اللي كيرونجي في الدار وداك الشيء. ان شاء الله يا ربي تحفظهم ووفقهم يا ربي، وفق جميع وليدات المسلمين. المهم هنايا غادي نقول لكم مع السلامه، وشكرا لكم اللي وصل معايا بالفيديو حتى لهنا، كنقول لي شكرا بزاف 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 بزاف، الله يجازيكم بالخير ويسهل عليكم.